السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد، وعلى شاطئ العربية نلتقي، نجمع صدفاتها ونغوص في أعماقها مع صدفة جديدة وحلقة جديدة من برنامجكم لغتنا الجميلة. هيا بنا. عزيزي الطالب، تعرفنا سابقاً إلى الأسماء الموصولة، أتذكرها؟ الذي، التي، اللذان، الذين، واللواتي، أو اللاتي، أو اللائي. وتعرفنا أيضاً إلى أسماء الإشارة، هيا كررها معي: هذا، هذه، هذان، هاتان، وهؤلاء. عزيزي الطالب، اليوم سوف نتعرف إلى أسماء جديدة. الضمائر، الضمائر. في العربية نقول إذا أضمر الشيء أخفاه، فهل هناك علاقة بين مفهوم الضمائر وبين هذا المعنى؟ ربما، انتبه معي. هذا صديقنا أحمد، أراد أن يتحدث عن نفسه فقال: أحمد يحب العصير. اسمه أحمد، يقول عن نفسه أحمد؟ هذا ليس مقبول. أردنا أن نخفي اسمه، ماذا سنقول؟ أخفينا الاسم وأحضرنا الضمير بدلا عنه، فأصبحت: أحب العصير. أنا تعبر عن اسم مخفي وهو أحمد. أنا تدل على اسم مخفي وهو أحمد. أنا هو الضمير. مثال آخر: أحد الطلاب يتحدث عن الأستاذ خالد، ماذا سيقول؟ قال: الأستاذ خالد معلمي. الأستاذ خالد معلمي. فجأة غاب الأستاذ خالد، أراد أن يتحدث عنه وهو غائب، فماذا قال؟ قال: هو معلمي. هو معلمي. هو ضمير دلت على اسم مخفي. ما هو هذا الاسم؟ الأستاذ خالد. مثال آخر وانتبه معي: ضيفنا من جديد أراد أن يخاطب براء. براء كما ترى يلعب الكرة. هو أمامه الآن، ماذا سيقول؟ هل سيقول براء لاعب كرة وهو أمامه؟ لا، إذن سنخفي الاسم وسنأتي بدلا منه بالضمير، فنقول: أنت لاعب كرة. يقصد هو براء. إذن أنت ضمير، اسم دل على اسم مخفي. إذن عزيزي الطالب، ما هو الضمير؟ انتبه معي. الضمير عزيزي الطالب هو اسم يدل على اسم مخفي، فكما رأيت أنت دلت على براء، هو دل على الأستاذ خالد، وغيرها من الضمائر. الضمير اسم يدل على اسم مخفي. لو قلت لك هو معلمي، لك أن تخمن من شئت من الأساتذة: محمد وأحمد والأستاذ خليل. ولكن في سياق الجملة جاء هو يعود على الأستاذ خالد، لذا الضمير يعود أو يدل على اسم مخفي، اسم غير واضح. عزيز الطالب، في حياتنا نحتاج أن نتكلم عن أنفسنا كما تحدث أحمد عن نفسه حين قال: أنا أحب العصير. وأيضا نحتاج أن نخاطب من أمامنا كما خاطب
الطالب براء فقال له: أنت لاعب كرة. أو نتحدث عن أناس غائبين كما قال الطالب المجتهد عن أستاذه خالد: هو معلمي. إذن الضمائر ثلاثة: ضمائر متكلم، وضمائر للغائب، وضمائر للمخاطب. ما هي هذه الضمائر؟ ومتى نستخدم كل ضمير؟ انتبه معي. لاعب كرة اسمه محمد، أراد أن يتحدث عن نفسه ويتكلم فقال: أنا لاعب كرة، أنا لاعب كرة. انظر لتحليل هذا المثال: أنا لاعب كرة. الضمير أين هو؟ فورا، أنا هو الضمير. دل على من؟ دل على محمد. محمد يتحدث عن نفسه، إذن دل على محمد. محمد هو مفرد ومذكر، إذن أنا يستخدم للمفرد المذكر. أنا للمفرد المذكر. لاحظ، أنا دل على المتكلم، إذن أنا دل على المتكلم. ولأنه دل على المتكلم أسميناه ضمير المتكلم. أنا ضمير متكلم يدل على المفرد المذكر. انتبه معي أيضا. أرادت نور أن تتحدث عن نفسها. لاحظ إنها طالبة مجتهدة، فماذا قالت؟ أنا طالبة مجتهدة، أنا طالبة مجتهدة. انظر لتحليل هذا المثال: أين الضمير فورا؟ أنا. دل على من؟ دل على نور. نور مفرد ومؤنث، فهو اسم لبنت، إذن مفرد مؤنث. أنا يستخدم بذلك للمفرد المؤنث. لاحظ، أنا يدل على المتكلم، فبالتالي أنا ضمير متكلم. أنا ضمير متكلم يستخدم للمفرد المذكر والمفرد المؤنث. فماذا نستخدم للمثنى؟ انتبه معي. مهندسان أرادا أن يتحدثا عن نفسهما، ماذا قالا؟ نحن مهندسان، نحن مهندسان. انظر إلى تحليل هذا المثال: أين الضمير فورا؟ نحن. نحن اسم دل على اسم مخفي. على من يدل؟ على المهندسين. مهندسان اثنان، إذن مثنى المفرد منها مهندس، نقول هذا مهندس، إذن مثنى مذكر. بذا نحن تستخدم للمثنى المذكر. نحن دلت على المتكلم، إذن نحن ضمير متكلم. مثال آخر: ممرضتان أرادتا أن تتحدثا عن نفسيهما، ماذا قالتا؟ نحن ممرضتان، نحن ممرضتان. انتبه معي لتحليل هذا المثال: أين الضمير فورا؟ ممتاز. نحن ضمير وهو اسم يدل على اسم مخفي، دلت على الممرضتين، والممرضتان مثنى مؤنث المفرد منها ممرضة، ممرضة. إذن نحن تستخدم للمثنى المذكر والمثنى المؤنث كما رأينا. انتبه معي. نحن دلت على المتكلم، إذن
ضمير متكلم. إذا نحن ضمير متكلم. انتبه معي أيضا، طلاب مجتهدون، ماذا قالوا؟ نحن طلاب مجتهدون، نحن طلاب مجتهدون. انظر معي لتحليل هذا المثال، أين الضمير فورا؟ ممتاز، نحن، نحن دلت على الطلاب، دلت على الطلاب. لاحظ، طلاب جمع، مفردها طالب وطالب، نقول هذا طالب، إذن مذكر. إذن نحن تستخدم للجمع المذكر. لاحظ، نحن، نحن دلت على المتكلم، فنحن ضمير متكلم. انتبه معي أيضا، طالبات رائعات، ماذا قلنا؟ نحن طالبات، نحن طالبات. أين الضمير فورا؟ ممتاز، نحن دل على من؟ دل على الطالبات. لاحظ، طالبات جمع، مفرده طالبة وطالبة مؤنث. لاحظ، تنتهي بالتاء المربوطة، والتاء المربوطة إحدى علامات التأنيث. إذا نحن تستخدم للجمع المؤنث. لاحظ، نحن دلت على المتكلم، فبالتالي نحن ضمير متكلم. إذا ضمائر المتكلم أنا ونحن. انتبه معي، لاحظ، أنا ضمير متكلم يستخدم للمفرد المذكر والمؤنث. نقول أنا معلم وأنا معلمة، أنا مهندس وأنا مهندسة، أنا طالب وأنا طالبة، أنا محمد وأنا فاطمة. إذن أنا يستخدم، ضمير متكلم يستخدم للمفرد المذكر والمؤنث. نحن يستخدم للمثنى والجمع، ضمير متكلم للمثنى بنوعيه والجمع بنوعيه. نقول نحن طالبان ونحن طالبتان ونحن طلاب ونحن طالبات. إذن عزيز الطالب، ضمائر المتكلم أنا ونحن، أنا يستخدم للمفرد ونحن يستخدم للمثنى والجمع. حدد ضمير المتكلم فيما يلي، انتبه معي، قال تعالى نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. أين ضمير المتكلم؟ ممتاز، نحن، وتستخدم للمثنى والجمع. نحن ضمير متكلم، أنا ضمير متكلم، ضمائر المتكلم أنا ونحن. قال تعالى في سورة الكهف أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أين ضمير المتكلم؟ ممتاز، أنا، أنا هو ضمير المتكلم. قال المتنبي أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، أين ضمير المتكلم؟ ممتاز، أنا، أنا هو ضمير المتكلم. تذكر معي، الذي ما نوعه من الأسماء؟ ممتاز، اسم موصول. قال تعالى أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أين ضمير المتكلم؟ ممتاز، أنا، أنا ضمير المتكلم. هناك ضمير آخر، أنتم،
أنتم؟ ما نوعه؟ تابعني بعد الفاصل ستعرف الإجابة. فاصل قصير ونواصل. عزيزي الطالب، عدت إليك من جديد. كنا قد تناولنا قبل الفاصل ضمائر المتكلم وهي أنا ونحن. تذكر ضمائر المتكلم أنا ونحن. سنتعرف الآن إلى ضمائر جديدة. ما هي؟ انتبه معي. ضيفنا عاد من جديد، أراد أن يخاطب محمد، ماذا سيقول له؟ أنت لاعب كرة، أنت. انظر معي لتحليل هذا المثال. أين الضمير؟ أنت. أنت اسم دل على اسم مخفي وهو محمد، إذن الضمير فوراً أنت. أنت دل على من؟ على محمد. محمد مفرد ومذكر، إذن أنت تستخدم للمفرد المذكر. لاحظ معي، أنت دلت على المخاطب، إذن أنت اسم يدل على المخاطب، بذا سنسميه ضمير المخاطب، هو ضمير مخاطب. لاحظ معي، أنت نقول أنت طالب، أنت مهندس، أنت تستخدم للمفرد المذكر، أنت ضمير مخاطب يستخدم للمفرد المذكر. فماذا نستخدم للمفرد المؤنث؟ انتبه معي، ضيفنا أراد أن يخاطب تلك الفتاة، فماذا قال لها؟ أنت طالبة مجتهدة، أنت طالبة مجتهدة. لاحظ الضمير فورا أنت دل على من؟ على تلك الفتاة. ما اسمها؟ ممتاز، سمر. أنت دل على سمر، وسمر مفرد مؤنث، إذن أنت يستخدم للمفرد المؤنث. لاحظ أنت دل على المخاطب، إذن أنت ضمير مخاطب. انتبه معي أيضا، ضيفنا أراد أن يخاطب الممرضتين، ماذا سيقول؟ أنتما ممرضتان، أنتما ممرضتان. أين الضمير فورا؟ أنتما، أنتما دل على من؟ على الممرضتين. لاحظ ممرضتان أي مثنى، المفرد منها ممرضة، ممرضة مؤنث، إذن أنتما تستخدم للمثنى المؤنث، أنتما تستخدم للمثنى المؤنث. لاحظ أنتما دل على المخاطب، بذا أنتما هو ضمير مخاطب. أنتما، أنت، أنت، أنتما. لو أراد أن يخاطب المهندسين ماذا سيقول؟ أنتما مهندسان، أنتما مهندسان. لاحظ معي، الضمير فورا أنتما دل على المهندسين، المهندسان مثنى مذكر، إذن أنتما يستخدم للمثنى المذكر. أنتما دل على المخاطب، إذن أنتما ضمير مخاطب. مهندسون، خاطبهم فقال أنتم مهندسون، أنتم مهندسون بإذن الله تعالى.
فورا. ممتاز. أنتم دل على من؟ دل على المهندسين. المهندسون جمع، جمع مذكر سالم، إذن هو جمع مذكر. أنتم يستخدم للجمع المذكر. لاحظ أنتم دل على المخاطب، إذن أنتم ضمير مخاطب. صديقات، أراد صديقنا أن يخاطبهن، فماذا سيقول؟ أنتن، أنتن صديقات، أنتن صديقات. انتبه معي، أين الضمير فورا؟ ممتاز. أنتن اسم دل على اسم مخفي، دل على من؟ على الصديقات. الصديقات، لاحظ إنه جمع مؤنث سالم، إذن أنتن تستخدم للجمع المؤنث. أنتن دل على المخاطب، إذن أنتن ضمير مخاطب. انظر معي صديقي، ضمائر المخاطب: أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. أنت ضمير مخاطب يستخدم للمفرد المذكر، وأنت ضمير مخاطب يستخدم للمفرد المؤنث. نقول أنت طالب، أنت طالبة، أنت ممرض، أنت ممرضة، أنت معلم، أنت معلمة. كرر معي، أنت محمد وأنت فاطمة. أنتما ضمير مخاطب للمثنى المذكر والمؤنث. نقول أنتما معلمان، أنتما معلمتان، أنتما طالبان، أنتما طالبتان، أنتما مهندسان، أنتما مهندستان، أنتما ممرضان، أنتما ممرضتان. أنتم ضمير مخاطب يستخدم للجمع المذكر. أنتم طلاب مجتهدون، أنتم معلمون مخلصون، أنتم مهندسون رائعون. أما الجمع المؤنث نستخدم له أنتن. أنتن ضمير مخاطب يستخدم للجمع المؤنث. أنتن طالبات، أنتن معلمات، أنتن مهندسات، أنتن ممرضات. عزيزي الطالب، جاء الضيف فتحدث عن نفسه مستخدما ضمير المتكلم، ثم خاطب الناس فاستخدم ضمائر المخاطب. ماذا لو أراد أن يتحدث عن الغائبين؟ ماذا سيقول؟ تابعني بعد الفاصل، انتظرني. عزيزي الطالب، تحدثنا عن ضمائر المتكلم وعن ضمائر المخاطب. ماذا لو أردنا أن نتحدث عن أناس غائبين؟ ماذا سنستخدم؟ انتبه معي. الطالب أراد أن يتحدث عن الأستاذ خالد. معلمي، غاب الأستاذ، ماذا سيستخدم؟ غاب الأستاذ، سيستخدم ضمير الغائب فيقول هو معلمي، هو معلمي. انتبه معي لتحليل هذا المثال. أين الضمير؟ فورا، هو، هو الضمير. دل على من؟ على الأستاذ خالد، إذن هو يستخدم للمفرد المذكر، هو يستخدم للمفرد المذكر. لاحظ، هو، هو دل على غائب، إذن هو ضمير غائب، هو ضمير غائب.
ضيفنا أراد أن يتحدث عن سمر ويصفها بأنها طالبة مجتهدة. غابت سمر، غابت سمر، ماذا سيقول؟ سيقول هي طالبة مجتهدة، هي طالبة مجتهدة. إذن أين الضمير؟ هي، هي دل على سمر، وسمر مفرد مؤنث، إذن هي تستخدم للمفرد المؤنث. لاحظ، هي دلت على غائب، إذن هي ضمير غائب. الممرضتان، غابت الممرضتان، ماذا سنقول عنهما؟ هما ممرضتان، هما ممرضتان. إذن أين الضمير فورا؟ ممتاز، هما، هما دل على الممرضتين، الممرضتان مثنى مؤنث، إذن هما يستخدم للمثنى المؤنث. لاحظ، هما، هما دل على غائب، إذن هما ضمير غائب. المهندسان، عاد إلينا من جديد، ولكن الفرحة لم تكتمل، غابا، فماذا سنقول؟ هما مهندسان، هما مهندسان، إذن أين الضمير فورا؟ هما، هما دل على المهندسين، المهندسان مثنى مذكر، إذن هما تستخدم للمثنى المذكر. لاحظ، هما، هما دل على غائب، إذن هما ضمير غائب. أطباء، غاب الأطباء، ماذا سنقول؟ هم أطباء، هم أطباء، انتبه معي لتحليل هذا المثال، هم أطباء، أين الضمير؟ فورا هم دل على الأطباء، والأطباء جمع مذكر، إذن هم يستخدم للجمع المذكر. لاحظ، هم دل على غائب، إذن هم ضمير غائب. انظر معي، صديقات، غابت الصديقات، ماذا سنقول؟ هن صديقات، انتبه معي لتحليل هذا المثال، أين الضمير فورا؟ هن دل على من؟ دل على الصديقات، والصديقات جمع مؤنث سالم، إذن هن يستخدم للجمع المؤنث. لاحظ، هن دل على غائب، إذن هن ضمير غائب. عزيز الطالب، ضمائر الغائب، هو، هي، هما، هم، وهن. هو للمفرد المذكر، هي للمفرد المؤنث، هما للمثنى المذكر والمؤنث، هم للجمع المذكر، وهن للجمع المؤنث. ضمائر الغائب، هو، هي، هما، هم، هن. كرر معي، هو، هي، هما، هم، هن. هو ضمير غائب للمفرد المذكر، هي ضمير غائب للمفرد المؤنث، هما ضمير غائب للمثنى المذكر والمؤنث، هم ضمير غائب للجمع المذكر، وهن ضمير غائب للجمع المؤنث. هيا نتذكر أعزائي الطلاب، الضمائر المنفصلة، الضمير هو اسم
يدل على اسم مخفي. الضمائر المنفصلة ضمائر المتكلم، وضمائر المخاطب، وضمائر الغائب. ضمائر المتكلم أنا ونحن، بينما ضمائر المخاطب أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. وضمائر الغائب هو، هي، هما، وهم، وهن. عزيزي الطالب، وصلنا إلى النهاية. أنا أحييكم، ونحن في طاقم القناة نتمنى لكم نهارا سعيدا. يا أنت ويا أنت ويا أنتما وأنتم وأنتن الذين تابعتم حلقتنا. وربما أكون غاضبة بعد الشيء من هو وهي وهم وهما وهن الذين غابوا عن حلقتنا الرائعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.